بكرة إلي جديدة من رولا حكيم، نرحب فيها معنا. مرحبا رولا. أهلا فيك، كيف حالك؟ نشكر الله تمام. شو هالأغنية الحلوة؟ الكليب الحلو كمان. شكرا كثير، شكرا كلك ذوق. رولا هاي أول أغنية لإلك خاصة، إحنا سبق وسمعناكي بأكتر من أغنية بس مش أغاني لإلك، صح؟ مزبوط هاي أول أغنية. استنيتي شوي بس قدمتي أغنية حلوة وعمل حلو. صحيح، ترويت وأخذت وقتي أكيد. حلو، احكي لنا شوية تفاصيل. اللهجة اللبنانية، مع مين تعاونتي؟ مزبوط، هي أغنية لبنانية، ألحان سليم الباعي ملحن لبناني، وكلمات الشاعر مهدي عز الدين. طبعا الأغنية تسجلت بلبنان، الموسيقى والتوزيع كمان كان بلبنان، وصوتي أنا تسجل هون. مزبوط. الكليب كمان تصور هون بالبلد. بالبلد يعني وين؟ بسوق الناصري. أيوة. إخراج طبعا الفنانة صابرين خوري، كمان بوجه لها تحية. ليش اخترتي هالأغنية؟ لتعرفي الناس على صوتك، على هويتك ممكن الموسيقية؟ شو جذبك في الأغنية؟ صراحة أنا سمعت يعني كان في تواصل بيني وبين الملحن بن سليم، فهو بعت لي هيك مقطع صغير من الأغنية وأنا دغري انشديت لإلها، يعني في إشي كتير هيك عجبني بالكلام واللحن، وحسيت كمان إنه هيك الستايل تبع الأغنية كتير بيشبهني، حسيت إنه ممكن يكون ملائم لإلي ولون بيشبه اللون اللي أنا بغنيه. شفت إنه أنت بتغني تراثي، بتغني كمان طربي، وبتغني هذا اللون اللي إحنا سمعناه قريب شوي، ممكن عماجد الرومي وجوليا بطرس، هذا اللون اللبناني. بغني، بحاول أغني أكتر من لون، فيش لون محدد يعني، زي ما قلت التراثي الطربي الجديد كمان، بس اخترت أغنية جديدة لأنه كمان هذا المطلوب، يعني الناس عم تسمع هاي الأغاني. شو ردود الفعل اللي أخذتيها؟ وهل الأغنية وصلت للبنان؟ يعني هذا اللون أكيد محبوب كمان غير عنا. طبعا في أصداء كتير رائعة يعني من البلاد وكمان من بريت البلاد، كتير الناس حبت الأغنية، يعني هاي أهم إشي. اللي أسعدني صراحة يعني الناس اللي عم تبعث لي إنه هني عم بدمنوا على الأغنية، يعني مش إنه سمعوها مرة واحدة وحبوها وخلص، لا عم بيرجعوا بيعيدوها أكتر من مرة خلال النهار، فهذا بالنسبة لي النجاح، يعني إنه الناس عم بتحب وعم ترجع تدور على الأغنية وتسمعها من أول وجديد. وحبت الكليب كمان، فكرة الكليب هيك كانت مختلفة، كله كمان التصوير هيك مبين، كله كان جريئة جدا. الفكرة جريئة شوي، فيها جرأة. مزبوط جريئة وفيها رسالة كمان. شو الرسالة اللي حبيت تحكيها رولا؟ يعني إذا نحكي على الأغنية ككل، من ناحية كلمات لحن والفيديو كليب، الأغنية بتحكي عن قصة امرأة اللي هي انخانت على يد حبيبها السابق، بس هالامرأة هاي قررت إنها هي تحول الهزيمة تبعتها لانتصار، وتطلع على المستقبل، يعني ما تطلع من حالة الحزن اللي هي فيها وتبين قوتها، فهي عم يعني بتقول بكرة إلي منه إلك. بنشوف امرأة جدا قوية إن كان كمان بالغناء، ونفس الشيء بفكرة الكليب، يعني دائما عادة تتصور الامرأة اللي انخانت إنها هي ضعيفة ومهزومة وزعلانة وبتبكي. مزبوط، احنا اخذناها لمحل مختلف كليا، بالعكس امرأة قوية مبدعة شجاعة. فهي والجرأة، لما بنحكي عن الجرأة وين القصد بالجرأة؟ الجرأة كمان بالكلام وكمان بفكرة الكليب، يعني زي ما قلت احنا اخذنا الفكرة حولناها الى هيك اشي اللي هو مش عادي، انه هي مزبوط مرأت اشي صعب، بس هي يعني عم تطلع على بكرة وهي بدها تطلع، عم بتواجه وبتقول الحياة لازم تستمر. حلو. طب هل انتاج شجعك اكيد طبعا في كمان اغنية قريبة الحان الفنان مهرم مرعب، هي الاغنية جاهزة بس ضل انها نصورها كفيديو كليب، وان شاء الله رح تطلع بالربيع، يعني باول الربيع. طيب احنا رح نكمل الأغنية نسمعها ونسمع المستمعين بكرة إلي، ونسمع كمان أغنية من أغانيك اللي أصدرتيها. شو بتحبي؟ شفت ولا ممكن آخر كفر كان معلومات مش أكيدة. رولا حكيم شكرا لك، بتحب تقولي كلمة المستمعين عم يسمعونا؟ شكرا لك أول إشي ولكل المستمعين، وإن شاء الله دائما هيك بطلع أعمال اللي تعجب كل الجمهور. شكرا رولا حكيم، شكرا إلى اللقاء. خلينا نكمل الأغنية. باي باي.